Valley Bankers, Happy New Year and congratulations on our bank's 9th anniversary. Despite these challenging situations and economy we find ourselves in now, last year the bank again received the Best Bank in Oman Award from the Oman Economic Review, and this was the 5th consecutive year that we've received this accolade. I'd like to wish you and all your family members all the best for 2017 and to thank you all for your hard work and commitment. أشكركم جميعا على 9 سنوات من العمل المتميز. المرحلة القادمة ستكون مليئة بالتحديات والفرص أيضا. أتمنى منكم العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف البنك في المرحلة القادمة. شكرا جزيلا وكل عام وأنتم بخير. يهنئ البنك الأهلي بمرور 9 سنوات من التميز والنمو وتحقيق أفضل بنك في عمان لمدة 5 سنوات متتالية. أنا فخورة لعملي في مؤسسة تتيح الفرص لكوادر من السيدات في مساهمة النمو 9 سنوات في خدمة الوطن وإسعاد عملائنا بكل فخر واعتزاز. My sincere congratulations to the Ahli Bankers on the 9th anniversary of the bank. To me, the Ahli Bankers are the most valuable assets who have contributed successfully in the growth of the organization over the last 9 years. Congratulations once again and Happy New Year to all. اليوم نحتفل بالمرور 9 سنوات للارتقاء. بنك الأهلي يبارك لكم إنجازاتكم ونجاحكم الفريد. كل عام والبنك الأهلي في تميز. كل عام والبنك الأهلي بكل خير، وأنا فخورة كوني جزء من الإدارة العليا في البنك الأهلي. الحمد لله البنك الأهلي أعطاني الفرصة أني كملت الحين 7 سنوات موجودة في البنك، والحمد لله ارتقيت في فترة قصيرة. نحن في البنك الأهلي نعمل لنكون أقرب لزبائننا كل يوم. كل عام والبنك الأهلي في تقدم ونجاح. معا نعمل منذ أعوام لبناء جسر التميز وتحقيق جميع طموحاتنا، ونقف يدا بيد لنكون دوما الأفضل. فكل عام والبنك الأهلي للتطور عنوان. دعمكم معنا اليوم هي من اللحظات المرتقبة باستمرار لنا جميعا كأسرة للبنك الأهلي، ولذلك وجب علينا أن نشكر دعمكم الذي يعني الكثير والكثير لنا. جدا فخورة إكمالي 9 سنوات من العمل لدى البنك، وكل عام والبنك الأهلي بخير.